سلام. يا سلام. يقول الشاعر يقول يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. يا سلام يا سلام. نعم، فقدموا قبل أن تقدموا، فرصة الآن الإنسان متعافي وبعافية وبغنى الحمد لله. لذلك ذكر الله عليه وسلم في الحديث ما معناه اغتنموا خمسا قبل خمس. أي والله. حياتك قبل موتك، صحتك قبل مرضك، غناك قبل فقرك. فأنت الآن تقدر تدفع وتقدر تعطي، لكن بكره ممكن يصير لك بعض الظروف نعم. ما تقدر تنفق ريال، لكن الآن فرصة، ويمكن تصبح يمكن ما تصبح. نعم. لذلك الإنسان يقدم. فالله الحمد لله اليوم فضل الله عز وجل كلنا نقدر نوقف. من أول الوقف قطع التجار، ما يقدر يوقف إلا التجار، لكن اليوم كل إنسان يقدر يساهم له بريال. يا سلام. ما هو وإذا ما عندك شيء يراسلنا بعض الأخوات هنا كل يوم جزاها الله خير، ريم ولا سفيان كل يراسلنا، لكن بعض أحيانا تقول والله ما عندي شيء. يا سلام. لكن أنا أتصدق بالنية بالأجر. إيه نعم، فالأعمال بالنيات وبالنشر، وإنما لكل امرئ ما نوى. لذلك نعم، الدال على الخير كفاعل. فأنت الإنسان اللي تدفع وتصدق، أنت الآن تصدق على نفسك، ما هو على الناس، ترى تصدق. نعم. على نفسك تكون سبب في أنك تكون رفيق الله عليه وسلم في الجنة، تكون سبب في أنك تكون يعني لك أجور، لك خير، لك حسنات، لك ما تدري. ترى الأعمال اللي احنا نعمل فيها الآن، الدنيا اللي احنا شغالين فيها الحين، تراها الورثة ما يبلنا. يقول الله عليه وسلم في معنى الحديث، الإنسان يقول المرء مالي ومالي مالي وليس له من مالي إلا ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى. يا سلام. أو تصدق، أو تصدق فأبقى. يا سلام. هذا لك من مالك، أما الباقي مالك شيء فيه. فلذلك قدموا قبل أن تقدموا، هذه نصيحة. يا سلام. يا سلام. قبل ما يقدمك يقدم لك على النعش فرصة. أنك نعم. طيب إن شاء الله. الله يوفقنا. نصلي إن شاء الله في المصلى، وبعدها إن شاء الله وجبة بسيطة عاد شاركونا فيها إن شاء الله، نتغدى وياكم سوا بإذن الله إن شاء الله. بسم الله. تفضلوا نصلي. الله يسعدكم. الله يكفيك. اقعدوا بالعافية.